البرامج الانتخابيه اللي جابت الاحزاب ديال الحكومه، السيد رئيس الحكومه قالنا بلي غيدير 2 مليون ديال مناصب الشغل. جيتوا للتصريح الحكومي قلتوا غادي ديروا 1 مليون، صاحب الجلاله صحح لكم الرقم وقال لكم غادي 500,000. حتى هاد 500,000 ما درتوهاش السيد الوزير. الان وايضا هناك التزامات فيما يتعلق بالنساء من 20-30%. إذا كنا كنحترموا المؤسسات الدستوريه ومنها الاش سي بي، نحترموا حتى الارقام ديالها ماشي نبخسوها. ملي قالت لكم 13.5% ديال البطاله راه هي 13.5، ما نبقاوش نقولوا لا العالم القروي ما نحسبوش. كيفاش ما نحسبوش العالم القروي الاخر اللي فيه البطاله اللي فيه؟ ثم هاد الارقام اللي جبتوهم لنا السيد الوزير الفلكيه تاع 600,000، شنو اللي حسبتوا فيها؟ حسبتوا اوراش 103,000، حسبتوا الناس اللي عندهم المساهمه المهنيه الموحده. هذاك لي بيسيي اللي قلت له غادي ندير لك التغطيه الصحيه، هذاك الحلاق اللي كاين في الدرب حتى هو حسبتوه، وكتقولوا لنا درنا 600,000. كيفاش درتوا 600,000؟ زعما هذا ستانجيني ديال هاد الحكومه، والاس سي بي كتقول لكم 13.5%. كتكلموا لنا على النزاهه ديال الارقام. اذا كانت هاد نتاع الاس سي بي ولا هاد الشيء نتاع السي بي هذا هو النزاهه، سمحوا لنا. انتم علاش ما عطيتوناش ارقام تاع الوزاره ديالكم؟ عندكم مصالح ديال التفتيش، قولوا لنا شحال تاع الشركات اللي سدوا اللي داروا الافلاس، انتقلوا من 10,000 الان الى 14,200. كيفاش الشركه اش كتسد وكتقولوا لنا لا احنا راه حنا كنشغلوا؟ كتقولوا لنا هذه البرامج فين هو الاستثمار؟ ما كانش الاستثمار الخارجي انخفض 52%. الاستثمار الخاص اللي هو 500 مليار اللي قال لكم جلاله الملك، عطوا لنا الحساب شحال درتوا ديال الاستثمار، شحال عطى لنا تاع مناصب الشغل؟ درتوا الاستثمار العمومي شنو هو الاثار ديالو على